أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة قتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Thank you.
هم لا تقتلوا يوسف لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون صدق الله العظيم.